جولة نهاية الأسبوع في أسواق المال العربية والعالمية وأسعار النفط والمعادن عبر شاشة الجزيرة مباشرة. أهلا بكم من جديد، ونستعرض معكم أحدث أرقام البورصات العربية والخليجية وبعض إغلاقات هذه البورصات. نبدأ بالأسواق العربية. بورصة القاهرة ما زال التداول فيها مستمر وانخفاض بمقدار 14%، عمان أغلقت على 13% انخفاضا و20% ارتفاعا لبورصة بيروت، 20% انخفاضا أيضا لبورصة الدار البيضاء. نتابع الأسواق الخليجية والسعودية، ارتفاع بنصف في المئة. قطر مرتفعة بأربعة عشر في المئة، 1.13% ارتفاع لسوق أبوظبي عند الإغلاق. نتابع أيضا سوق دبي المالي، 1.19% عند الإغلاق بمقدار 2701 من النقاط سجلها المؤشر العام، 14% انخفاضا لسوق البحرين و14% أيضا ولكن ارتفاعا لسوق عمان. نلقي نظرة على السوق الكويتية وهذا الانخفاض لجميع مؤشرات السوق الكويتي، 20% 20% نفس النسبة تقريبا لمؤشرات السوق الثلاث. السوق العام سجل 5729 نقطة، 4704 من النقاط سجلها مؤشر السوق الرئيسي، و6254 نقطة سجلها مؤشر السوق الأول. مزيد من التفاصيل في العرض التالي.
يلجأ الاحتلال في أوقات التصعيد التي يقوم بها مع المقاومة الفلسطينية في غزة لفرض سلسلة من الإجراءات العقابية مثل إغلاق شاطئ بحر غزة أمام عمل الصيادين واستهداف من يحاول النزول للبحر، إلى جانب إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري ومنفذ بيت حانون أمام مرور الأفراد. وبهذا العدوان على غزة تشل شتى مجالات الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع المحاصر، ولمزيد من المعاناة أو المزيد عن المعاناة اليومية لسكان قطاع غزة والوضع الاقتصادي في أعقاب القصف الإسرائيلي في العرض التالي. ولرصد أوضاع الأسواق في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح. أهلا بك محمد، ولو ترصد لنا أوضاع الأسواق في قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد وجيش الاحتلال. نعم، يعني الأوضاع يمكن القول أن عمر الجولة التي حصلت أو التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي هو قصير، ولكن رغم ذلك كان هناك، إذا تحدثنا عن الأضرار في المجال الاقتصادي، كان هناك استهداف للدواجن على الحدود الشرقية لقطاع غزة، كان هناك استهداف أيضا مزرعة للحبش في الطيور والدواجن في منطقة شرق خان يونس. هذه الأضرار التي يمكن أن نتحدث عنها جاءت في المجال الاقتصادي. أما بالنسبة إلى موضوع المعابر فقد تم إغلاق معبري كرم أبو سالم ومعبر بيت حانون إيرز. طبعا معبر كرم أبو سالم هو معبر يدخل البضائع إلى قطاع غزة، الإغلاق لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة ولم يتم الحديث عن فتح معبر رفح. المعبر المصري معبر رفح البري لا زال مفتوحا ويدخل منه البضائع التي كان مسموح بدخولها إلى قطاع غزة. الوضع بشكل عام كما تحدثنا لم يؤثر كثيرا على مجال الأسواق، خاصة ونحن عن عمر قصير للجولة. كان هناك في بداية التصعيد يعني حركة بطيئة في الأسواق في قطاع غزة، وذلك بعد أن قام الاحتلال باستهدافات في داخل المدن في القطاع بعد أن كانت متركزة على المواقع والحدود الشرقية. لكن يمكن الحديث أن الأمر لم يؤثر كثيرا على الواقع الموجود، تجدر الإشارة إلى أن القطاع أصلا محاصرا والوضع الاقتصادي متردي فيه مسبقا. نعم. طيب محمد، يعني أنت تقول لم
يتغير الوضع كثيرا، معنى ذلك أنه لم تحدث مثلا زيادة في الأسعار أو أسعار منتجات بعينها خلال اليومين الحاليين أو الماضيين؟ يعني القضية احتكار الأسعار والسلع هذه غير موجودة بسبب المتابعة من قبل الوزارات المختصة هنا في قطاع غزة. هناك خطة لمثل هذه الأحداث وهذه التصعيدات منذ التصعيدات السابقة، هناك خطط لمتابعة الواقع الاقتصادي، كما أن هناك خطط للمتابعة الأمنية، هناك أيضا خطط لمتابعة التجارة ومتابعة هل هناك مجال لاحتكار رفع الأسعار. لكن هذا الأمر لم يكن ملاحظا في هذه الفترة، ما لاحظناه الآن هو فقط يعني أن الحركة بدأت بطيئة في أول يوم من التصعيد، وبعد ذلك اعتاد الناس عندما فهموا يعني أين تتجه الأمور وأين وقت الاستهدافات. نعم، معنى ذلك أيضا أن السلع الرئيسية للأهالي أو لأهالي القطاع بناء على ما ذكرته من أن هناك خطط كان موضوعة أو بدائل موضوعة من قبل الجهات المسؤولة ربما لم تتأثر كثيرا هذه السلع التي يعني إن وجدت بالأساس يعني أصلا. نعم، يعني السلع الأساسية في قطاع غزة كما هو معروف ما يدخل هي تدخل من معبرين، المعبر الأول معبر كرم أبو سالم التجاري مع الجانب الإسرائيلي، وأيضا معبر رفح البري مع الجانب المصري. يمكن الحديث أن ما تضرر أو ما يعني تسبب بنقص معين وإن لم يكن ملاحظا عليه لأن نتحدث عن عمر قصير للجولة، هو من معبر كرم أبو سالم الذي أغلقته إسرائيل في هذه الآونة. أود الإشارة إلى أمر آخر وهو أن إسرائيل أيضا أغلقت البحر أمام الصيادين، وهذا بالتأكيد أثر على موسم أو أثر على صيد أو كمية صيد الصيادين في هذه الفترة، ولكن لازال حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن فتح البحر أمام الصيادين أو الحديث عن معبر كرم أبو سالم أنه تم إعادته. شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة مباشر من غزة محمد وشاح، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. انتهت التغطية، نلقاكم بإذن الله الأحد القادم وتغطية جديدة عبر شاشة الجزيرة مباشر لتطورات البورصات العربية والعالمية. إلى اللقاء.